أذهب من جديد إلى صالة الدكتور حسن مصطفى مع هنا أبو القاسم ولقاءات أخرى عقب نهاية المباراة. مرحب بكم من جديد وبكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، ولسه طبعا مستمرين معاكم في أجواء الفرحة والسعادة بعد تتويج رجال كرة السلة ببطولة دوري السوبر. ومعي في هذه اللحظات طبعا نجم النادي الأهلي لاعب مروان سرحان. في البداية طبعا ألف مبروك الفوز النهاردة، كانت مباراة كبيرة لكن انتوا قدرتوا تسيطروا عليها الحقيقة من أولها لآخرها. طبعا الحمد لله على المكسب، ده اهم ماتش في السيزون كله. احنا لاعبين حوالي 55 ماتش، يعني ده يعتبر اهم ماتش في ال 55 كلهم. الحمد لله ربنا كرمنا، احنا كنا متوعدين ووعدنا حتى الجهاز الفني والجمهور وكل الناس واخدين الماتش ده على كتفنا، يعني ان احنا ما ينفعش ان موسم تاريخي زي ده النادي الاهلي ونخرج من غير ما نفرح الجمهور وناخد اهم بطوله اللي هي السوبر طبعا. فالحمد لله، طبعا الحمد لله احنا تعبنا جدا الموسم كله ومرينا بحاجات كتير، فده اعتقد اقل حاجه يعني ان احنا نقدر نقدمها للناس والفرقه. يعني طبعا مباراه اليوم كانت مباراه صعبه جدا، مباراه حاسمه، خصوصا اخر مباراه طبعا تعرضنا للهزيمه. استعديتوا ازاي خصوصا نفسيا اكيد لمباراه اليوم؟ موضوع ان نفسيا ده كان حاجه صعبه شويه، ان احنا كنا داخلين الماتش اللي فات جيم 4 ببريشر كبير علينا ان احنا لازم نخلص الماتش ده. اعتقد ده اللي ادى ان احنا ادائنا كان سيء الماتش اللي فات. فاتفرجنا طبعا على الماتش واتفرجنا على اخطائنا وعدلناها، والماتش ده كان خلاص، كان اخر ماتش، مفيش فرصه ثانيه. يعني احنا الماتش اللي فات كان عندنا فرصه ثانيه، لكن الماتش ده خلاص كان خلاص، يعني جيم 5 فمفيش فرصه ثانيه. فالحمد لله يعني اللعيبه كلها كانت على قد المسؤوليه وربنا كرمنا يعني الحمد لله. يعني طبعا انتوا عاملين موسم استثنائي الحقيقه، محققين كل البطولات حتى الان. ايه بقى الرساله اللي تحب توجهها لجماهير النادي الاهلي بمناسبه هذا الموسم الاستثنائي؟ احب اقول ان دي بس البدايه، يعني دي الموسم ده يعتبر بدايه بس لمواسم جايه كتير ان شاء الله، وان احنا نقدر نسيطر ونحصد اكبر عدد بطولات نقدر ناخدها. احنا البطوله دي تاهلنا لبطوله افريقيا السنه الجايه ان شاء الله، ودي بطوله كبيره، ده هيبقى السيزون الثالث ليها. فان شاء الله يعني ربنا يكرمنا ونقدر ان احنا نحقق البطوله دي ونقدر نعرف كاس عالم الانديه، فدي هتبقى حاجه كبيره يعني ان شاء الله. بشكرك جدا ومبروك مره ثانيه. شكرا شكرا شكرا. يعني يا محمد، ده طبعا كان لقائي مع نجم النادي الاهلي لاعب مروان سرحان. لسه مستمرين معاكم في لقاءاتنا الحصريه على شاشه قناه النادي الاهلي، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو.